طبعا انتوا عارفين ان احنا بقالنا فوق ال 12 سنه ما تقابلناش وجها لوجه كده. انا شخصيا النهارده وانا نازل كنت ناسي البنطلون بيتلبس ازاي. وفكره انك تشوف زمايلك كاملين من فوق لتحت دي فكره مؤذيه للعين جدا. لكن انا قررت اكسر القاعده ونتقابل النهارده عشان نشوف اخره الاستهتار اللي بيحصل ايه. بس يا فندم احنا محققين التارجت الشهر ده والشهور اللي فاتت كمان. مش مهم التارجت يا انسه جودي. تارجت ايه؟ المهم الاونلاين ميتنجز بتاعتي صورتها تطلع في احسن صوره. انت عارفه ان احنا كان جايلنا صفقه في مركب فيها بضاعه ب 30 مليون جنيه. المركب دي غرقت، مفيش ولا مدير فرع اتضايق. ليه؟ لان بعد ما المركب ما غرقت عملنا اونلاين ميتنج في قمه الروعه والمركب كانت بتغرق فعلا في الخلفيه. الله. انا طول عمري الاونلاين ميتنجز بتاعتي بتاخد جوائز احسن تصوير واحسن اخراج. اللي انتوا بتعملوه مؤخرا ده هيضيع تاريخي. استاذ وليد، انت معروف عنك دايما في الاونلاين ميتنجز بتاعتك انك بتبقى انسان بسيط، كادراتك رايقه، خلفياتك محسوبه، واقعي جدا، بتستخدم اكسسوار من البيئه اللي انت فيها. ممكن تفهمني لو سمحت قدام زمايلك ايه التمثال الزباله اللي في الكادر ده؟ انا ما كنتش اقصد حاجه معينه. انا كنت كده بحاول اعمل تكوين كده يكون حلو. تكوين ايه يا فندم؟ حلو. افتكرت في حاجه في الصوت، النت بتقطع ولا حاجه. شوف حبيبي، ما هو حاجه من الاثنين، يا اما انت فاهم انت عامل ايه وده معناه انك حاطط لي رمز في الكادر يدل على ان انا صنم وبجم وما بحسش، رمز سينمائي مباشر وساذج طبعا، يا اما انت مش فاهم اي حاجه وذوقك زباله. اعتبرني ما بفهمش يا ريس. ممكن نقول قدام زمايلي ان انا ذوقك زباله؟ انا ذوقي زباله. زباله. برافو. هرجع لك تاني لما اشوف الانسه جودي. انسه جودي، في نفس الاجتماع بتاع اكتوبر اللي فات ده وفي الاجتماعات اللي قبلها لاحظنا ان الكادر عندك دايما مايل سلامات. لا والله، يعني انا بس كان قصدي ان شكلي كده احلى يعني بدل الكادر العادي ده. الله، طب ما حلو ده. طب ما احنا بقى ايه، نضيف كمان الفلتر اللي بينعم البشره مع الورد اللي بيبقى طاير ده، وانت تساعدينا ببوز البطه فيقوم ربنا بقى يرزقك بابن الحلال في الميتنج اللي جاي. ايه ده بجد ينفع؟ شكل ايه اللي احلى ده؟ انا رقبتي وجعتني. مفيش حاجة اسمها كادري مايل. انت عايزة تقولي ايه؟ عايزة تقولي ان حال الشركة بيميل؟ لا والله ابدا، انا بس يعني قلت ده اللي هيعجب الجمهور. انسة جودي، حركة الكاميرا من غير سبب قلة ادب، ده الف به معهد سينما. هرجع لك يا جودي، هرجع لك بس لما اشوف الاستاذ عبد العظيم. استاذ عبد العظيم اللي بيحط لي الكاميرا من تحت، نجم اللو انجل. قصدك ايه يا استاذ عبد العظيم؟ قصدك تبين ان انت يعني عظيم في الكادر عشان انت المدير المالي يعني، فاحنا كلنا محتاجين لك؟ يا فندم، انا عدم لا مؤاخذه مش بلاقي مكان مناسب اضع في الكاميرا. طب انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. انا هعتبر ان انا حاسس ان انا في الماضي. والله انا حاسس ان انا في 2030 مثلا، في العصر الحجري، لما موظف يقول لي مش عارف احط. من بكره يا استاذ في لجنه هتطلع من هنا من الشركه ترفع مقاسات وتعمل معاينه وهتحط لك الكاميرا في زاويه تكون مطلعه خلفيه شكلها عادل في الشقه عندك، واياك تلمسها. حاضر. بالمره اللجنه تبقى تحلق لك شنبك عشان وانت بتصور من تحت ده كنا شايفين انه لمم حاجات. بتسلم عليك؟ عادي يا سيدي. استاذ ماجد. يا فندم انا اسف، يا فندم اسف. أنا عارف إن أنا ما كنتش بفتح الكاميرا خالص، ولكن يا فندم أنا كنت بطلع صوت بس، أنا عارف إن ده غلط، فأرجوك تسامحني. أرجوك يا فندم. أستاذ ماجد، مش أنا قلت لك 100 مرة لما تعيط في الميتنج تبقى تعمل ميوت؟